سعدت مساء طلابنا في كل أنحاء المملكة العزيزة في هذه الليلة المباركة. إن شاء الله بتكون حصتنا اليوم حصة مفيدة وبتكون نافعة للكل. السلام عليكم. نعرف إنه الوقت صعب، اليوم خميس، يعني ممكن تكون ليلة قدر. إحنا خلصنا صلاة التراويح ومعنا مجال لصلاة قيام الليل. إحنا بالوقت اللي بينهم هدول بدنا نخطفكم شوية، نراجع مع بعض قواعد الفصل الأول والفصل الثاني مع بعض عن طريق سؤال وجواب. فبتمنى أنه تكونوا مفرغين لهذا الموضوع لأنه كثير الحصة مهمة وكثير راح تكون مفيدة للجميع إن شاء الله. انتبهوا لطريقة حل الأسئلة وكيف نأخذ الفكرة من السؤال ونرجعها للقاعدة الأصلية. انتبهوا جدا كيف نعرف هذا السؤال على أي قاعدة بالضبط وكيف نجاوبه. عندنا اليوم 40 سؤال رح نحل مع بعض 40 سؤال. كونوا معنا. الشاشة هنا مجد، بس انه تكون قدامنا عشان مجد الشاشة اللي قدامنا اذا في مجال الكومنتس والهاي مش مبين اشي عندنا. اوكي تفتح لنا اياها. تمام احنا نبلش. استاذ عزمي، وي about the final exam sense. الكي وورد في الجملة هي سنس. سنس احدى القواعد المهمة طبعا في التنسز، المضارع التام والمضارع التام المستمر. صحيح انها بتكون متبوعة بسمبل باست، لكن بالتأكيد ما قبلها بده يكون اما بريزن بيرفكت او بريزن بيرفكت كونتينيوس. فاحنا بدنا ندور على البريزن بيرفكت، بريزن بيرفكت كونتينيوس. طبعا الاستثناء في هذا الحالي هو احلى طريقة للاستثناء، يعني had been ماضي تام مستمر أكيد. we جمع، has مفرد معناته أكيد لا يمكن أنها تكون. طيب have been talking ing have been talked ed، احنا بنحكي عن مضارع تام مستمر معناته الإجابة الأنسب A. الحمد لله أسف. واضحة ككيورد للجملة من جمل التنسز المشهورة. أستاذ عزمي بحكي أنا وطلابي بقول لهم الماضي اللي بعد سنس مش محسوب. ما نشعر. الماضي اللي بعد سنس مش محسوب ما دام الجملة ما فيش فيها أي دليل للماضي، فالجملة بالمضارع، فاستبعدنا الجملة هاي وعلى المفرد والجمع ضل تنتين. أنا ما بستخدم البي وراها تصريف ثالث إلا إذا كانت الجملة باسيف، وهاي مش باسيف، هاي الجملة عادية. إذا دائما في التنسز استاذ شادي لازم الطالب يتذكر الاجريمنت المفرد والجمع، لانه هذا بيستثني منه على الاقل اجابه او اجابتين. المفرد والجمع بالتنسز لون استبعد احمر، اعطينا يا احمر. تمام ممتاز. اذا هاي الكي رول دائما استخدمها في التنسز، اتذكر حكايه المفرد والجمع. نروح على الجملة الثانية. الجملة الثانية بتقول there was a lot of noise while the teacher our names. الجملة فيها فعل ماضي، إذا زمن الجملة إجباري ماضي. نستبعد الكيورد في الجملة. أوكي بدنا نستبعد لأنه ماضي، بدنا نستبعد المضارع هاي والمضارع هاي. كم جملة ضلت بالماضي؟ two sentences. والوايل ما دام قبلها simple past بعديها past continuous على المفرد والجمع. the teacher مفرد، was ولا where؟ أكيد where، والكي word نذكركم فيها مرة ثانية هي while. while يعني ماضي مستمر، ماضي بسيط. فالاستثناء حصرني بإجابتين، ضل إني أقيم المفرد والجمع. طيب على فكرة بس المعلومة للجميع، احنا في فقره من الفقرات راح الطلاب اللي على اللايف على يربحوا جوائز، وفي شغله اثنين مني انا والاستاذ عزمي راح نقدم 3 جوائز. هدول برا جو اكاديمي. ال3 جوائز هاي كل جائزه بقيمه 10 دنانير مشتريات تستلموها من مكتب التشكيل بخلده. فالكل يكون مركز، ولما نحكي هذا السؤال عليه جائزه اليوم بدك تكون، لانه بالاخر كالعاده مين بيختار الفائزين؟ مجد باشا. فيعني ضبطوا مجد، ديروا بالكم. الجملة الثالثة أستاذ شادي، الجملة الثالثة I at the company for 5 years when I got the promotion. 100% أكيد راح تلفت انتباهنا اللي هي second part اللي هي I got the promotion. الجت اللي هون اللي هو فعل ماضي، ماضي معناته الجواب بده يكون في الماضي. كم خيار في بالماضي تحت؟
في عندي have تستثنى المضارع، have تستثنى المضارع، اذا ضل عندي have been working was worked، بس ال was worked اجت على شكل passive voice. yes. يستثنى الباسف، بناخذ ال have. اذا يا جماعه ممنوع استخدم اختار واحدة من عائلة بي وراها تصريف ثالث الا اذا اللي كان اللي قبل الفراغ هو المفعول به، هو الاوبجكت. يس. لازم يكون اللي قبل الفراغ هو الاوبجكت. هنا انا الاي، انا السبجكت وليس الاوبجكت. فمعناته was worked جواب غلط، والحل had been working لهلا. احنا بالتنسز. كيف عم نعرف انه الجمل على التنسز؟ لانه ما فيش اي شيء اخر يخليني افكر بإشي غير التنسز. بالضبط، ما فيش عندنا كي ووردز للقواعد العاديه 100%. الجملة الرابعة، the editor couldn't read the text because they many times. they عمين تعود؟ the text، على التكستس. التكستس اللي هي القطع اللي بنقراها هاي، وهي اللي غششتكم، وهي object. غششكم استاذ عزمي. هلا احنا الجملة فيها ماضي، معناته الجملة زمنها ماضي والخيارات كلياتها ماضي. ممتاز. تعرف بيجي على المفرد والجمع، كلهم بيزبطوا على المفرد والجمع، بس اللي حكيناه احنا انه جوابي لازم يحتوي على واحدة من عائلة بي زائد فعل تصريف لكون ما قبل الفراغ هو المفعول به. معناته الجملة بدها تكون على شكل passive voice، وانا بعتبر هاي الجملة استاذ عزمي مهمة. ليه؟ طبعا لانه كثير رح يتعمدوا الوزارة انه لما يجيب لك الباسيف ما يحط لك، لو حط لك the text مباشرة قبل الفراغ الجملة وضحت سهلة، أي حدا بيعرف مدام ذا تكست بنعرف معناها، فعرفنا إنها هي الأوبجكت، لأنه التكست مش راح تقرأ ولا راح تنسخ، أكيد راح يتم نسخها. فبس لما أنا أحولها لضمير، وأنا تعمدنا الأستاذ عزمي نكتبها كضمير عشان أنت تعرف إنها لمين تعود هذا الضمير. المهم إنك تحس إنها هي مفعول به، معناته بالتأكيد بدك تحلها على قاعدة الباسيف فويس. والله إنكم رائعين. بي زائد فيرب 3 هو الجواب. طب بي زائد فيرب 3 هو الجواب، في عندي workable مستحيلي ing، هاي مش باسف ولا هاي باسف، لانه لو كانت باسف لازم تكون هذه واحده من عائله، اذا لازم تكون الجواب workable زائد verb 3 100%. A is the correct one. اوكي. by the time we arrive، جمله خمسه، by the time we arrive، في عندنا by مع verb 1. شو رايكم؟ حكولي باي مع فيرب 1 دليل لإيش يا جماعة؟ على طول رح يفهموا على إنها أستاذ شادي إنها مستقبل، بس أي نوع من المستقبل؟ حلو، في عندي اثنين إذا مدى مستقبل مش هاي ولا هاي. طب في عندي will be going وعندي will have gone. ممتاز. باي مع الفيرب 1 شو الحل؟ استثنينا الماضي، استثنينا المضارع، مسكنا بالمستقبل. في عندي future continuous وفي عندي future perfect، وباي دائما معناها before، معناته هي دائما بتعطيني البيرفكت انسر، معناته بالتاكيد will have gone. والله انهم رائعين عم بيجاوبوا اول باول يا استاذ عزمي. الجمله اللي بعدها، don't call me tonight I the final match with my friends. don't call me to the night فيها futurity، هي future time. مدام future time استغنيني عن اللي مش فيوتشر. طب استاذ بس فهمني استاذ عزمي، كيف عرفت انه don't call me tonight فيها فيوتشر؟ لانه هي امر بالمضارع، والامر بالمضارع دائما يوحي للمستقبل. يعني معنى الجمله لا تحكي معي الليله. بالضبط. معناته انا بدي اقول لك ليش انا ما تحكي معي الليله، فالليله لسه ما اجت. بالضبط. حلو، هاي لساتها will happen مش did not happen. حلو، مدام will happen فيها فيوتشر، مدام فيها مستقبل يلا نستثني كل شيء ما عدا المستقبل. هاي مش مستقبل، هاي مستقبل going to، ولكن الاي از اي ما بتجيش مع از للمفرد والجمع. هاف بين مستحيلي، هاف واتشد مستحيلي، المستقبل الوحيد اللي بزبط اللي هو ويل بي واتشينج، وهذا ما يسمى بالمستقبل المستمر، لانه اعطاني الحدث استاذ شادي انه فيها ديوريشن، يعني خلال 100%. ما دام فيها ديوريشن خلال، معناته احلى اجابه للديوريشن دائما تكون الاجابه في مستمر. مستمر واعده من عائله بي واي ان جي. يعني الجمله بتكون ما تحكي مع الليله، هل ما تحكي مع الليله لاني راح اكون احضرت المباراه النهائيه، ولا لاني بدي اكون بحضر بالمباراه النهائيه؟ ما تحكي مع الليله لاني راح اكون بحضر بالمباراه النهائيه، فبالتالي الحل will be watching. جمله رقم 7 بتقول خلصنا تنسز.
كيف عرفنا ان خلصنا تنسز؟ بلشنا قواعد. لقينا اشي يميز على انها مش تنسز. في قاعدة اللي هي الاف كلوز 100%. If you a language degree, you will be able, you will be able في futurity. مادام في future احنا متعودين دائما a combined with simple present verb one. والverb one في عنا ما فيش verb one غير واحد اللي هو شو؟ have. لانه هذا ماضي، هذا ماضي تام، هذا مستقبل. طب اسال استاذ عزمي سؤال، طبعا الفيوتشرتي عرفناها من ويل ويل. اسال سؤال استاذ عزمي، يعني احنا عليه الصلاه والسلام هاي اللي بنسميها هاي الجمله تايب 1، الجمله هاي if you have a language degree you will be you will be able to work as an interpreter، هاي ماخوذه من احد القطع المهمه جدا انتربريتر، والقطعه مهمه. استاذ عزمي سؤالي، هل الوزاره بتجيب من جمل اللي موجوده جوا القطعه وبتحطها سؤال امتحان وزاري؟ دائما استاذ شادي اسمعوا منيح، هذا كلامي خبرته بي يعني احسب عمرك ضرب اثنين خبرة الأستاذ هاد. الله يرضى عليكم، دائما الوزارة لا تأتي بجمل في داخل الامتحان من خارج الكتاب اطلاقا، يا اما بتكون من داخل التمارين يا اما كثير من الجمل القواعد عمالها تتجزأها وطولها من داخل القطع. فلاحظوا انه كل جمل القواعد صارت مؤخرا تجينا من داخل القطع. فهاي الجملة موجودة اصلا في قطعة يونت 10 اللي هي my job as interpreter، من القطع المهمة جدا جدا. عرفنا انها if close خلص على اي type بدك تشتغل. المهم المهم احنا لقينا well فعرفنا انه بدنا verb 1، ما فيش غير verb 1 واحد. جملة 8 بتقول I wouldn't have been a good student if if برضو الفراغ بال if close I my teacher's advice، لكن هنا بدل well شو لقينا؟ would have زائد verb 3 would have been، هاي من الوحدة عشرة يونت 10 اللي رجعت لكم جديد، وبنعتقد انه السنة يكون فيها شوية تمييز عن السنوات السابقة. صحيح، إلها سنتين محرومين منها يدلعوها، بدهم يدلعوها للوحدة. وانا بعرف انه هاي الوحدة بده ينزل عليها السنة 25 علامة. كيف؟ بتعرفوش. 25 علامة زائد 10 علامات على طول قطعة. العشر علامات على الأدب، الأدب جاي على كل قطعة سؤال بخمس علامات، وجاي نجاوبه إيجابي، والسؤال بده يكون حرفي من داخل أسئلة الكتاب. بعيد وبكرر، حرفي، يعني احفظ السؤال وجوابه على قطع الأدب، يعني العشر علامات هدية. طيب بس أوجه حكي لطالب اسمه خالد أبو كويك، تستعجلش يا خالد أبو كويك، لا تحل السؤال قبلنا، مش راح تحصل على الجائزة هيك، لأنه إحنا بعد ما نحكي السؤال مثلا وهذا السؤال عليه جائزة بلشوا جاوبوا، مش ببلش يدور من هون على الطلاب، فأنت بتضيعها على حالك إذا بتكون بتجاوب صح، بتضيعها على حالك. والاختيار عشوائي مش ده أول واحد، والاختيار عشوائي مش مين اللي بسبق يا خالد، هلكتنا. ماشي، الله يعطيكم العافية. خلينا أغير نفسيتهم أستاذ شادي، نغير اللون. أخضر 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 ماشي، لأنه الجرين له حضور السنة في الامتحان كمان. آه. ماشي، عرفنا انه اف كلوز، وعرفنا انه مدام اف كلوز بدنا نكتشف شو التايب. مدام في عندي ودنت هاف زائد فيرب 3 معناته اكيد انا بحكي عن تايب 3، وتايب 3 دائما استاذ شادي اكيد بدهم يحطوا هنا باست بيرفكت، يعني هاد وتصريف ثالث بدهاش، يعني بس جرب مجرد. والله احيانا التركيز بيعطيك الاجابه مباشره بدون ما تضطر تقرا كل الاجابات. هدين فلت. الجملة التاسعة أستاذ شادي. الجملة التاسعة My brother intends his higher education in the USA. لوهلة ممكن ما تتذكرش. هذا السؤال على أي قاعدة؟ شو بيحكي؟ طب الخيارات completing, completed, to complete, to completing. طب هل هاي تنسز؟ يا عمي تنسز من أنت من أعطي بالخيارات to و ing. طب وين في قاعدة فيها تو وفيها اي ان جي؟ بس استاذ اخر قاعدة اعطيتنا اياها بالفصل الاول اسمها كاتينيتيف، كاتينيتيف فيربس، معناته المفتاح الحل الكاتينيتيف فيربس، الافعال اللي بتكون متبوعة يا اما بتو زائد فعل مجرد او بتكون متبوعة بالاي ان جي الجرد. وتنس من اشهر الافعال اللي احنا بنستناها، دائما بيكون وراها تو زائد فعل مجرد معناته to complete 100%. هذه قاعده كم شوي استاذ عزمي، هنا سؤال ضروري للطلاب، كم فعل مطلوب منا بالكاتينيتيف فيربس؟ 6 للتو زائد انفينيتيف والاي ان جي فعلين ستوب وانت ومايند
ستوب في الفصل الاول ومايند بالفصل الثاني. طب شو رايك في طلاب شفتهم بالمراكز جايبين لي قائمه طالبات، جايبين لي قائمه لتو وقائمه اكبر للاي ان جي، وقائمه بتزبط تو اي ان جي بنفس المعنى، وقائمه بتزبط تو اي ان جي باختلاف المعنى. هيك هم ناقلين قاعده الوحده الثالثه بالاول ثانوي. لانه في عندنا في الاول ثانوي الكات نيتف والجراند واليوزنج اوف كانت نيتف، هذا مش موجود في التوجيه. احنا في التوجيه موجود جاست ريمبر، ست افعال للتو زائد انفينيتيف وفعلين فقط للاي ان جي اللي هي ستوب ومايند. مزبوط يا محمد الشويش، بلانينج من ضمن الافعال اللي مطلوبه، بلان مزبوط اكيد تمام. وافورد، يس افورد جابوها بالوزاره قبل هيك اكيد. My father doesn't like the decoration of his room. I think he will have it. يا إلهي ما أحلاها وما أسهلها. Soon. Said soon دليل للمستقبل، على عيني وراسي أنت. دليل للمستقبل يعني إيش؟ تحلها will redecorate. يما شو راح تسوي بحالك؟ شو رأيك هذا السؤال نوقف عنده ونربع عليه جائزة؟ والله بيستاهل أستاذ شادي. لأن طيب. كثير من الطلاب أحياناً في امتحان الوزارة هاي الجملة جملة إلزامية، صارت جملة إلزامية في امتحان الوزارة. مشتريات بقيمة 10 دنانير من مكتب التشكيل خلدة إشارة البنك العربي للي بده يحل لنا هذا السؤال ويحكي لنا على أي قاعدة. اكتب اسم القاعدة والحل، ولأنه هاي من الجمل الأساسية صارت في امتحان الوزارة، مش من جديد، من يوم ما طلع المنهاج لليوم عندنا جملة لازم تكون موجودة على هاي القاعدة. القاعدة أستاذ مجد اختار لنا طالب هيك ذكي جاوب، بلشوا هلا يجاوبوا بس عرفت شو الجواب أستاذ يلا ايه بعرف كل المواد هلا صار مجد شاطر بكل المواد قد ما بحضر حصص. راح تنجح تسدي في كل التوجيه هذا طبعا عزرايين يوم. عبد الله العدوان عبد الله العدوان سجل لي اسمه الاكاونت تبعك، بتروح على مكتب التشكيل تفتح لهم الاكاونت تبعك، لك جائزه 10 دنانير مشتريات من مكتبة. شو جواب يا مجد؟ دي ليه حكى لك شو القاعده؟ لا ولا واحد كتب شو القاعده. القاعده هي الكوزاتيف، وعرفنا انها كوزاتيف من افعال تهاب لما تكون متبوعة بالأوبجكت مباشرة. أفعال تهاب لما تكون متبوعة بالأوبجكت، هاي القاعدة بنسميها كوزاتيف، والكوزاتيف دائما يحتاج إلى فيرب 3. كيف كنت أحكيها طلابي حافظينها؟ واحدة من عائلة هاف، وراء إشي، الإشي ممكن يكون اسم أو ضمير، وراء فراغ، فالفراغ يحتاج إلى فعل تصريف ثالث. وهذا هو الكوزاتيف وجملته إلزامية في الوزارة. جملة 11 خلينا نجدد لون وعشان البنات ما يزعلوش منا بدنا نعطيهم بينكي. هذا البينك. احمر هاي البينك. هذا البينك اوكي هاي البينك ماشي تمام. تفضل استاذ. In the last decade fresh graduates a job easily. In the last decade من الخيارات استاذ عرفنا القاعدة. In the last decade بنحكي عن in the last decade. اوكي في عنا في الخيارات used to قاعدة used to. إذا أنا بدي أركز إنه هاي القاعدة قاعدة used to، وبدي أعرف على إنه هل الحدث still happening ولا finished and stopped، هل الحدث ما زال ولا الحدث مستمر. وإذا الحدث انتهى أستاذ شادي، إذا العهد انتهت معناته بدي used to بدون عائلة بي، وإذا الحدث مستمر فبدي is أو are أو am مع used to مع فعل I ing. ممتاز. Fresh graduates تعالوا نراجعهم واحد واحد. Where used to find مستحيل. قواعديا غلط. لازم بعد التو في ال used to لازم بعد التو يجي ing مدام في عندي verb to be. وهي معروفة إنه verb to be بيخلي الفعل الأصلي ing. معناته هاي غلط قواعديا. Aren't used to finding خطأ بالمنطق. In the last decade عم بحكي بالديكيد الماضي في العقد الماضي. الزمن الماضي أنا استغنيت عن المضارع، واستغنيت عن المضارع معناته ما ضلش عندي إجابي إلا واحدة فقط ملائمة didn't used to find، لأنه هنا used to تأخذ الفعل المجرد ما فيها أفعال to be عشان تأخذ ال ing.
مرة تانية سريعا ضلت برا اللعبة وضليت يوز تو فايند هي اصلا قواعديا غلط ضليت بين جملتين اذا العادة انتهت فالجواب بي اذا العادة مستمرة فالجواب سي ان ذا لاست ديكيد اكدت انه العادة انتهت فصف الجواب بي تمام دونت وري دونت وري عمر ذيز سيتويشنز برضو الخيارات من عائلة بي من عائلة يوز من ابن يوز من اليوستو مدام في يوز معناته رجعنا على نفس القاعده دونت وري عمر ذيز سيتويشنز استاذ عزمي الخيارات تحتوي على يوستو لحاله ولا يوستو الفعل المفروض انه كان ينتبه الطالب انه ما عندي فعل معناته انا بدي اركن شو بعد الفراغ حلو اللي بعد الفراغ بيساعدني اجا اسم استاذ هادي مدام اسم بدي واحده من عائلة بي الاسماء دائما مربوطه الاي ان جي والاسماء مربوطه بعائله بي مستحيل استخدمها لا يوز ولا يوزز ولا اي شيء وهنا غلط وهنا غلط وهنا ما فيش عندي من عائله تو بي الوحيد اللي فيها عائله تو بي اللي هي از يوز تو مره ثانيه الجمله 11 كانت الخيارات عائله بي والفعل فاعتمدت بالجمله على اني افهم معنى الجمله العاده انتهت ولا مستمره بينما الجملة 12 الخيارات used to بدون الفعل معناته ما بعد الفراغ هو اللي بيقرر لي الإجازة إذن الأفعال to be دائما بنربطها يا إما verb ing أو اسم أو ضمير بنربطها باسم وبديل الاسم دائما ضمير لما يكون verb ing واسم وضمير إجباري استخدام أفعال to be ممتاز يا ريت تكونوا مركزين من اللي قاعدين بنحكيه إحنا الخيار بكثيرها يلا نتذكر خلينا نتذكر مع بعض هاي الأمور بالضبط تعالوا نتذكر يلا تعالوا نتذكر بالجملة رقم 13 شادي The career advisor تعمدنا نحط هاي الكلمة لأنها من الكلمات اللي انتم مطالبين بحفظها بالضبط The career advisor which ولا where ولا when ولا who sent career advisor مستحيل يكون مكان مستحيل يكون زمان هو عاقل ولا غير عاقل لما تكون حافظ الكلمات اللي مطلوبة منك وبتعرف انه career advisor معناها الشخص اللي بيقدم النصيحة المهنية الناصح المهني المستشار المهني بالضبط فبالتالي هو شخص عاقل عاقل وضمير العاقل لما يكون subject دائما شو مستخدم له هو 100% سهلة وبسيطة وعلى فكرة الوزارة لهلا بالrelative pronoun لهلا جابت اشي غير هو which بلا كلهن هو which يا هو يا which so far حتى الآن يا هو يا which نعم صحيح لا ما مروش بالزمن والمكان لسه ما جابوا اي لا. مكان وزمان لكن ممكن السنة. الزمن والمكان دائما بيعتمدوا عليه بالكليفت اكثر ما يعتمدوا عليه بالريلاتيف بس اذكر مره جابوا كانه اسم مكان قبل الفرق بس الحل ويتش بالضبط اوكي ننتبه جابوا اسم مكان بس كان الحل ويتش المكان هذا ما تعامل معه بالجمله كما كان يتعامل معه كاوبجكت كمفعول به تفضل ابن رشد روت بوك نفس القاعده ضمائر وصل وي ار سبيكينج اباوت ا بوك مستحيل البوك يكون زمن ومستحيل يكون مكان طب البوك معقول يكون عاقل اكيد لا معناته البوك which سهلة I don't read as بلشنا بالفصل الثاني استاذ شفت الاز از عرفت انه انا شغال على الجملة هون بلشنا فصل ثاني بالكومباراتيف نعم yeah. صحيح هاي يونت 6 I don't read as poetry as my colleagues هلا انا اللي بعرفه انه مور بدها ذان ما فيش وموس بدها ذا ما فيش ما فيش فالحل يا ماتش يا ماني وبدي اتذكر قاعده مع ماتش وماني اللي هي الكاونتبل والانكاونتبل معدود ولا غير معدود والكاونتبل اجباري يا جماعه بده يكون اسم جمع منتهي باس الجمع او من الجمع الشاذ الانكاونتبل بتميزه لانه مش جمع شاذ وما فيه اس جمع بالضبط بويتري هل في اس جمع ما فيش فيها اذا هاي تعامل معاملات الغير معدود والغير معدود شو بده اكيد كلكم جاوبتوها ماتش تمام اوكي جمله 16 بتقول برضو على نفس القاعده الكومباراتيف تودايز كلاس واز لونج بس ذا لاست وان واز ا ليتل A little ماذا يأتي بعد a little يا أستاذ عزمي دائما a little وزيها much وزيها bit زيها much زيها bit زيها a bit دائما تحتاج إلى comparative
مع ذان ولا بدون ذان؟ بدون ذان. بدون ذان. الكومباراتيف يعني استخدام الـ ER أو مور بشرط إنها تكون بدون استخدام ذان. بدون ذان. بالضبط. أوكي. معناته الحل بده يكون longer. طبعاً long صفة عادية. longest اللي هي superlative و as long اللي هي ناقصة أصلاً. ناقصة في as ثاني. إذن الجواب هي longer. تمام. اتذكر انه much little bit دائما تحتاج الى ER more بدون than. Could you tell me how؟ شو هاي could you tell me؟ انتقلنا انا ناسي ذكروني شو هاي could you tell me؟ انتقلنا على ساشادي انتقلنا على ال indirect questions. Indirect question. Could you tell me؟ Could you explain؟ Do you know؟ Do you mind؟ اربع مقدمات مشهورة. تمام. معناته انا بدي ارتبها على حسب ترتيب الـ indirect question. طب هدول المقدمات الأربعة شو بيجي وراهم أستاذ عزمي؟ دائما بيجي وراهم استخدام الـ WH أو الـ F أو الـ Whether. الـ F والـ Whether في حالة الـ Yes No Question والـ WH A Question. طب وبعديهم إيش بدي يجي؟ هلا بدي يجي المفروض كسؤال يجي الـ Helping Verb. لما تكون أنت في الـ indirect question معناته بدي يجي تكون فاعل. الفاعل معكوس مع الهيلبينج فيرب او الهيلبينج فيرب من افعال تدو. افعال تدو دائما تحذف وتعوض. تعوض في المضارع بالاس وبالمجرد وبالماضي تعوض بفيرب تو. واذا في فعل مساعد اخر غير فيرب تدو كل الافعال المساعده غير افعال تدو بدها تكون مقلوبه مع الفاعل. يعني وين موجوده؟ بعد الفاعل. يعني استاذ عزمي انا بعد الدبليو اتش بدي الاقي لانه هون لقيت دبليو اتش وهي هاو لازم الاقي فاعل 100%. والفاعل يا اسم يا ضمير. وتنساش انه افعال تدو محرمه. ما محرمه معناته ما هي جالس ممكن. يلا خلينا نحط لهم الفكره الرئيسيه. افعال تدو محرمه. ممتاز. معناته انت راح تستغني عن سي وراح تستغني عن دي لانه في هنا دو وهنا داز معناته مستحيل. تمام. طيب القاعده الثانيه اللي بدك تتذكرها انه اي فعل مساعد اخر غير افعال تدو بده يكون اكيد بعد الفاعل. طب بعد هنا في فعل مساعد والفعل المساعد اجا قبل الفاعل معناته بالتاكيد استاذ شادي غلط. معناته هاي الجواب صحيح. ما الجواب. اذا الفكره الرئيسيه انه بعد الدبليو اتش وصلوا ضيوفنا بعد الدبليو اتش لازم فاعل والجمله الوحيده اللي اجا فيها فاعل هي مانجرز. اهلا وسهلا يا جماعه. اهلين. نكمل. احنا بنشوف. اهلا وسهلا. تفضلوا ارتاحوا يا جماعه. لساتنا بالاندايركت كويستشن. ودو يو نو مقدمه مشهوره للاندايركت كويستشن. بس هذا السؤال لكن مش على ترتيب الاندايركت. اختار الدبليو اتش الصحيحه على حسب الموقف. يلا انا هذا السؤال حكيت للطلاب شغل صف سادس مش اكثر من هيك. انك تعرف انه وين معناها متى وين معناها لماذا ومعناها من وذر معناها اللي هي بديله لاف اذا. فبالتالي السؤال الحل حسب المعنى فقط. وهاي بالزبط. الجمله تشبه جمله موجوده بالكتاب ولكن مع وجود الاستاذ عبد الهادي الخطيب الجمله اللي بالكتاب كانت do you know the Arabic teacher is. ممتاز. مزبوط. هيك كانت بجمله الكتاب the Arabic teacher بعدين is. لكن انا بدل the Arabic teacher غيرتها شو حطيت accountant. بغض النظر عن شو اسم المهني المهم اني انا برجع لمين للبيرسون. مدام درجة على بيرسون أني الأداة للبيرسون أستاذ شادي هي الهو. طب أستاذ عزمي لو كان من ضمن الخيارات وير الإجابة صحيحة ولا لا؟ طبعا. إذن لأنه ممكن أسأل وين هو. صحيح. إذن الوير والهو أستاذ بالإندايركت دائما 100% متلازمة. معناته هو بعطيني أربع خيارات ثلاثة منهم غلط واحدة صح. هاي جملة من الكتاب مستحيل يعطيني معها وير. لما حليناها على اثنين اللي هو ممكن والوير ممكن لكن بالامتحان بيجيب لك اياها واحده فقط. جمله 19 I wish. خلص انتقلنا لقاعده جديده wish if only معناته الجواب يا فيرب 2 يا هادو فيرب 3 اكيد اجابتين لا ثالث لهما لانه اذا كان فيرب 1 اصلا بنحوله لفيرب 2 واذا كان فيرب 2 اصلا بنحوله لهاد زائد فيرب 3. اتذكر هاي القاعدة المضارع بيكون محول لماضي والماضي بيكون محول لماضي تام. ماشي. فالجواب هون with me now. خلص. Because I need some help. مدام now فبدي now حسمت الموضوع two. معناته هي بالأصل مضارع فجواب المضارع بده يطلع فيرب 2 والفيرب 2
هي وير. وير. طب ليش استاذ حطينا لهدى وير؟ لانه الواز مش غلط ولكنها غير محببه في الكتاب. يعني لو بالخيارات ما يحطوا لنا واز، مستحيل واز وير. كريم couldn't find his way round the city، وهي ايضا جمل الكتاب. If only كمان مرة الحال مدام، if only يا verb 2 يا had verb 3 معناته هاي غلط. بس هي وهاي غلط معناته الجواب يا brought يا had brought. الجملة شو زمانها؟ ماضي. مدام couldn't find فيها سنس انها past. مدام past دائما الباست بده يصير had verb 3 معناته فالحال شيء واضح. نستقبل الضيوف مع أستاذ شادي، تفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا استاذ محمود بالضيوف الاعزاء. كيفكم؟ شو اخباركم؟ الاستاذ عبد الهادي الغني عن التعريف، والاستاذ النجم محمود ياسين الغني عن التعريف. ضيوفي انا والاستاذ شادي بيشرفونا دائما، هم ضيوف في حياتنا وفي قلبنا وفي مسيرتنا. صحيح. الله يعزك. اكيد بيعرفوا علاقتنا فيهم. يسعد مساكم جميعا ابنائنا وبناتنا، وانتم منوريننا في هاي الليلة المباركة، وإن شاء الله إحنا يكون مداخلتنا عليكم خفيفة الظل. أستاذ عزمي. أستاذ عزمي سأبدأ بك. بدنا نطلع عن الإنجليزي، هم مجهزين لكم 40 دائرة وصلوا 20 وضايل لهم كمان 20، فعشان ما نطول عليهم بدي أسأل سؤال. طبعا إحنا كمعلمين كلنا في الوسط التعليمي بنعرف عن العلاقة الجميلة التي تربط الأستاذ عزمي عاشور والأستاذ شادي النجار. لا، مش أستاذ عزمي عاشور والأستاذ شادي النجار. نعم. الأستاذ عزمي عاشور وابنه الأستاذ شادي النجار. نعم. هلا أنا بجوز في بعض الطلاب من أبنائنا وبناتنا. والله ما بعرف أملك. بتعرف شو العلاقة بينه وبين شادي؟ سؤالي إليك على مرأة ومسمع من الناس، شو سر هاي العلاقة ومتى بدأت؟ يا أول شيء شادي يعني في مواصفات الابن الصالح. وجهك للكاميرا أستاذ. شادي أجاني مدرس على مدارس النظم وكان لساته فريش في 2006 في 2015 سنة، فشفت فيه بذرة خير للمستقبل إنه راح يتفوق على كل جيل اللغة الإنجليزية، فأنا تبنيته وطلع ابن صالح. نعم. وهو ابني من هذاك اليوم لليوم. الله يخليكم. صحيح. نعم صحيح. فرؤيتي فيه تحققت، وانتم شايفين إنه هو الأفضل في الوسط وما دخل الانجليزي. الحمد لله رب العالمين. وهو الافضل. الحمد لله. طيب اسمحوا لي انا يعطيكم العافيه استاذي. اول شيء مساء الخير وصياما مقبولا وافطارا هنيئا. طبعا في طلاب هون علمي اكيد ما بيعرفوني، يمكن في منهم في طلاب ادبي. اهلا وسهلا فيكم استاذ. ان شاء الله نكون ضيفين خفيفين لطاف، هيك ما نطول عليكم. بعرف انكم بدكم تاخذوا باقي الدوائر، بس احنا للامانه هيك بنحس حالنا معاكم في جو عائلي في رمضان دائما بعد الافطار مع اخوينا الاستاذ عزمي عاشور والاستاذ شادي النجار بوجود اخوي الاستاذ عبد الهادي الخطيب. انا بدي احكي مع استاذ شادي مش مع استاذ عزمي بصراحه، حاسس حالي مقدم برامج. نتبادل الادوار. استاذ شادي انت التحقت في جو اكاديمي معانا جديد. نعم صحيح. نعم صحيح. في طلاب كانوا معاك الفصل الاول، في طلاب كانوا معاك الفصل الثاني بس ما كانوا معاك الفصل الاول. صحيح. وجهت لي اسئله كثير من الطلاب، هل بامكان طالب كان معاك، انا حابب تجاوب عنا كلنا يعني، هل بامكان طالب كان معاك الفصل الثاني وما اخذ معاك الفصل الاول يقدر يرجع لشيء معين عشان يرد ياكد على الفصل الاول منك؟ حلو تمام. اول شيء يخلف عليهم جو اكاديمي عملوا هذا الاوبشن عشان هاي القصه. نعم. انه بالفصل الثاني اذا انت اخذت دوره الفصل الثاني فبتفتح لك ماده الفصل الاول تلقائيا. نعم. هلا بما انها فتحت ماده الفصل الاول، فالطالب الان احنا ما بدنا نضيع له وقته ونقول له عيد الماده كلياتها. هلا اذا هو كان مع استاذ ومستفيد هاي الامور يرجع للنقاط اللي هو حاسس انه في عنده ضعف فيها. يرجع. احنا اللايفات هاي ليش بنعملها؟ الهدف من هاي اللايفات الطالب راح يكون حاسس انه هو عم بحل صح ولا مش عم بحل صح، عم بفكر صح ولا مش عم بفكر صح. اذا بهاي النقاط وبكل قاعده حسيت حالك بعيد وما عم بتحل صح، معناته بتقدر ترجع لهذا الفيديو وتحضره وتتاكد من المعلومه بشكل صحيح. طبعا كان الطالب انت معلش الفصل الاول دورتك كم من حصه على جو اكاديمي؟ الفصل الاول يعني بحدود ال 18-20 حصة. الحصة كم مدتها؟ يعني بين النص ساعة والأربعين دقيقة. أستاذ عزمي نفس الإشي؟ نفس الشيء. طب ما في إشي الطالب اللي ماخذ معاك الفصل الثاني وصار عارف أسلوبك طريقة أسهل إنه بدل ما يقول كل هذا؟ المكثفات أستاذ. إحنا في عنا دورة مكثفة قادمة بنصورها، هي عبارة عن يعني لا تتجاوز الـ 12 ساعة إن شاء الله. بالـ 12 ساعة هدول
بدنا نراجعهم بكل شيء، يعني بدنا ناخذ نموذج للقطع ونحل مع بعض، نراجع كل القواعد، نراجع الديريفيشن، حتى الادب اللي اغلب المعلمين بالمكثف ما بيجيبوا سيرته، راح نجيب سيرته، راح نحل مع بعض امتحان. فبالتالي اللي ما كان معنا بيقدر يكون معنا بس بالدوره المكثفه. يا سلام، قولوا لي ربحتوا ناس ولا لسه؟ ربحنا ناس بس عن من مكتب التشكيله. بتقدروا انتم تربحوا البطاقات الان؟ طيب بطاقتين نربح؟ يس نربح بطاقتين يا جماعه. بلش انت. على فكره بدي احكي شغله قبل ما نربح، طلابكم كثير مؤدبين ورقيين، وجد الانسان الراقي طلابه رقيين زيه. الله يسلمك. يعني انا بطلع على الكومنتس قاعد إشي مرتب جدا والله العظيم، والكلام والكومنتس هذا يدل على طيب اصلكم وبيئتكم الرائعه. وهيك بنعطي للاستاذ محمود نجمه لانه حكى كومنتس صح، لانه ثلاث كومنت، لا مش كومنت، هي مش دبل ام يعني شد انت شريكي شريكي ما بنضل كومنت. الحمد لله. ما لا تعرفوه بجوز انتم بتعرفوني في العربي، ما لا تعرفوه عني في الانجليزي. لا لا راح اعطيك صفحه انا في الانجليزي بعرف جو اند جان، فلذلك فانا لا انا مش راح اقرا سؤال. اكتب لهم مش اكتب لهم سؤال عربي عند اللزوم. لا 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 انا بدي اياك تقرا لي سؤال من اسئلتك. اها سؤال من اسئلتك اللي هنا تقرا لي، وانا ما علي بس غير اختار الرابح. من هون يعني من جمله 21. لا مش شرط 21، اربع قطعات نقي معك رقم من 21 ل 27، ايش بدك؟ يلا 24. 24 محمود اختار 24. انت بتقرا السؤال وبنشوف الاجابات، انا بقول لك الرابح فيه. والله انها سهله، والله انها اسهل وحده طلعت لكم. يلا خلاص استاذ محمد تقراها. You should be careful. كمل. Using this. لاحظ استاذ شادي كيف لفظ careful. طبعا طبعا. تبعي عبد الهادي سلام شو. عبد الهادي الملايكة. تفضل سيدي. You should be careful using these chemicals. This sentence means. يعني هاي الجملة بدنا صيغة جديدة إلها. الخيارات. If I'm you, I would be careful using these chemicals. If I were you, I wouldn't be careful. If I were you, I would be careful. If I wasn't you, I would be careful. الجواب يا جماعة. تمام. أنا عندي الجواب الصح. في لحظة. في كثير ناس. بس أنا بعرف مين أول واحد لنتبع. مش شرط أول واحد. عشان كذا لهم مش شرط أول واحد. أول واحد. اسمح لي أرقي أنا. بدنا نطلع أول. لأنه في ناس النت أضعف من ناس وهيك. القاعدة شد. انا شفتك نقلته على فكره. غششني الجواب. اوه ابداع. كل هذا سي 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 سي. نعم. والرابح معنا الرابح معنا اسراء. اسراء اسراء الغند. ايش هاي من طالباتي على فكره. اسراء الغند الجندي. الجندي جنيد. مدرسة القادسية. جنيد. مبارك يا بنتنا يا اسراء، الف مبارك. شو ربحت معنا؟ ربحت بطاقة. ربحت بطاقة مكثف. بدك تعطيها اياها ولا فصل؟ لا هم الهدول اللي قدموهم فصلية. فصل احسن من المكثف. لا يا استاذ بتختار بطاقة فصلية. وبطاقة على جو اكاديمي تختاري اي مادة لاي استاذ. كمان واحدة؟ اربح كمان صفحة ثانية يا استاذ. اعطيني صفحة ثانية. هاي الصفحة الأخيرة. نجي عشوائي، نجي عشوائي محمود. والله أنا بتفائل يا جماعة بصراحة بعمري قبل 10 سنين. هات 30. هاي 30. هاي 30. هاي 30. 30. 30. اوبا. هذا آخرة عمري يا جماعة. 30 بتقول. أستاذ محمود اقرأها. People in the city are not as sociable as people in the country. يا عيني عليك. A, B, C, D. ايش قال لي لا 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 بس. غطى عشان الجواب. شو الجواب؟ الخيارات واضحة قدامكم صح؟ People in the city are as sociable as people in the country are more sociable than people in the city are more sociable than people in the country are less sociable than people in the city. الجواب B. A B C D. A B C D سهلة. يا A يا B يا C يا D. والله إنها سهلة جدا. يا جماعة ما عمريش تخيلت إنه السؤال بتاع دائرة هالقد سهل. يا جماعة أنا بحب والله اختلف العلماء يا محمود. اختلف. مش زي هذيك البيضات. السؤال سهل كان. أو السؤال شكله إذا ما أنا كل أسئلتي قوية. إشي بي إشي كلهم مختنين. كثير منهم دي.
معلش ركزوا في القاعده، ركزوا في السؤال استاذ. Not as as. هذا الاول سؤال خلاص هيك بيّنت خلاص خلاص بتكون واحد من بلش رشيد بلش رشيد بلش رشيد بلش رشيد. الطرف A دائما هو الاس والطرف البي هو الاستاذ عزمي. ما بصير الطرف واحد هيك بيّنت واحدة من الاربعة هذول الجواب صحيح صح قلبه حنون. اختار لي واحد جاوب بي بسرعة محمود. الجواب بي اكيد. الجواب احنا ربحنا بنت لازم تربح شب محمود. اولا شب بدي اربح شب اسمه ابراهيم. لا ابراهيم رحال. ابراهيم رحال يس. الف مبارك يا ابراهيم. ابراهيم رحال معلش هو لو كان بنت بصراحة هاي اخذنا بنت وشب عشان ما يقولوا لانه مرة قالوا متحيزين للبنات ومتحيزين للشباب. لا احنا مش متحيزين لحد يصير هو مجد مجد مش المجد دخل مجد مجد المتحيز هذا محمد. احنا من المجد دخل محمد اشوف والله يا سلام والله كلكم راعين والله استاذ اللي ما ربح بطاقة انه ربح علم وربح شوفت هالمعلمين الرائعين والله العظيم. نعم. والله واحنا ربحنا شوفتكم نورتوني استاذ بعد تحط تحكيشن بالمطلع والله انا كلي الرابح الثاني ابراهيم رحال. ابراهيم رحال نعم. والاولى اسمها اسراء. اسراء جنيد ايوه. كل امل فيكم انكم ترفعوا راسنا ومادة اللغة الانجليزية ان شاء الله انه تقدروا عليها حتى لو فاتك اي شيء فيها بالفصل الاول قصرت فيها ارجعوا او لملم اوراقك في مكثفاتك ارجع لدوسياتك. وطبعا عندكم اثنين من عمالقة اللغة الانجليزية في المملكة الاردنية استاذ عزم عاشور استاذ شادي النجار الله يوفقكم وسلام عليكم ورحمة الله يعني ادعونا ادعونا سلامات. يعطيكم العافية استاذ وشكرا للاستضافة. شكرا للأمانة برد بعيد وبكرر طلابكم من أرقى الطلاب عن جد والله اللي شفتهم من بالكومنتس الحمد لله شراقي جدا استاذي. تفائلوا بالخير تجدوه والله العظيم والله العظيم والله العظيم. مشكلة طالبنا انه يقترب من الناس السلبيين دائما تطلع على النص المليان من الكاسة واعرف انه الحمد لله رب العالمين انت بخير وبالف خير انك تمتلك معلمين زي المعلمين اللي واقفين معك وتمتلك اهل زي اهلك. الله يوفقكم ويجيبكم اعلى علامات وتفرحونا فيكم باذن الله. انا ابني 2005 السنه الجاي توجيهي صح انت ومن هلا بلش التاسيس مع الاستاذ عبد الهادي والاستاذ محمد الله يعزك كثير مرتاح يعني بقول لي يعني انا ليش السنين هاي كلياتها كان ضايع عندي هل ليش هلا حسيت حالي بتعلم فبقول له عشان تعرف شو يعني استاذ توجيهي استاذ محمود استاذ عبد الهادي. الله يعطيك العافيه وصباح الخير والسلام عليكم. سلامات شكرا لكم استاذ. نرجع لسؤال 21. احنا عدنا لسؤال 21. ما بيجيت بالوزارة بس ما حبيت اكتب جملتين فكتبت جملة واحدة شيف حرفين جر فراغين بالضبط لازم حبيت. تكون كل جملة لحال بالزبط. بس انا استغليتها عشان نستغلها علشان الفكرة الايديا ونكثر يعني. بس فاطمة decided a career as an interpreter because she is good. قلنا حرف حرف جر لا decided حرف جر لا good. أتذكر أنا بتذكر إنه هنا on وأنا يعني بتذكر. مش هاي مش هاي هاي هاي, هاي, هاي. وgood at ولا in at bad ومش بس good أيضا في مثال في إحدى أمثلة ال bad bad وgood دائما حرف الجر معاهن at وdecide دائما حرف الجر معاها on وهاي إحدى الجمل المهمة جدا من unit 10. ايضا بيونت 10 استاذ سؤال رقم 22 بالثيرد كونديشنال في كمان فكره بالوحده انه ادوات الشرط استخدام ادوات الشرط بدائل اف بحسب المعنى بدائل اف. هل بدائل اف حافظينهم ولا مش حافظينهم؟ بدي ابدا بالخيارات ايفن اف اللي معناها حتى لو provided that مهم جدا هنا يحفظ المعنى حتى لو provided that نفس معنى اف هاي هي اف unless ما ما لم او مرات بقول لهم احفظوا اذا مش اذا مش ما لم يعني اذا مش اذا المنفي وين هي بدائل الاف لما تكون في عندنا فاكت عندما يعني لما بده يكون اجباري بالزبط. يعني انا بحكي if the sun rises ولا when the sun rises ما الشمس بدها تشرق بدها تشرق معناته لما عندما تشرق الشمس لما الشرط يكون الزامي او على شكل فاكت حقيقه بدل الاف بنستخدم when. ولكن تعالوا على معنى الجملة. We will go to our favorite restaurant. بدنا نروح على مطعمنا المفضل. It is closed. مسكر.
مغلق نروح عليه حتى لو مسكر شو بدنا نروح نسوي؟ حتى لو مسكر شو بدك عم نجرش احنا صح؟ اوكي السبت انا رايح حتى اذا كان مسكر ولا ما لم يكن مغلق ولا عندما يكون مغلق اذا مش استاذ يعني بيني اذا مش اذا مش مسكر اذا مش مسكر اذا بدنا نروح على مطعمنا المفضل يوم الجمعه اذا مش واحنا راح نروح يوم السبت استاذ اوكي ساتردي موعد اذا حبيت تيجي يا اهلا وسهلا اوكي مشغول انت مش دائما على راس الكون الجمله 23 نربح عليها استنى نشوف اندن نربح اندن يلا بلكي متذكرينها هاي 10 دنانير مشتريات من مكتب التشكيل اوكي بخلدة عشارة البنك العربي بس نجاوب هذا السؤال عمر finished all his tasks and then he went to bed يلا بدنا نرجع للكيورد and then استاذ شادي تمام خليهم بدناش نشرح بدنا نشوف حلهم استاذ شادي بس نبه عليهم انه في ربح اكتب رقم السؤال 23 اكتب رقم السؤال والإجابة رقم السؤال والإجابة اللي راح يربح لازم يكون رقم السؤال والإجابة حول لي and then لبيفور جواب ايه واحده ما بصيرش ايه فور امر افنش دي هاد جن فينيشت طب كيف بفور اجبرها هاد جن اها اها الله حاطين سؤال احنا دي جواب اختار لي دي before عمر finished yes مظبوط before عمر finished all his tasks اللي اختار دي بسرعة قبل ما يخلص لانه هذا حدث اولا وهذا حدث ثانيا طيب معناته استاذ ماشي مدام اولا فهذا بيكون هادو ثالث معناته الحل سي احنا اسفين سوري الحل سي طب كيف before اجبرها الحل سي ما هي before عمر before عمر went to bed he had finished being احنا اللي عكينا احنا اللي عكينا بي ارجع الجواب بي وليس جواب بي 100% لانه هذا حدث اولا وهذا حدث ثانيا الثانيا بضل سمبل باست والاولا بده يتحول لماضي تام والسمبل باست بده يكون بعد بيفور اسمح لي اوضحها استاذ عزمي هيها اسمعوني يا جماعه فيرتو بس اغير الخط بخط اوضح هاي بدي اكتبه بالاحمر احنا من كثر ما تحمسنا جايزي ضيعنا الفكرة and then verb 2 هيك الفكرة الاصلية ممتاز بدنا نبدأ ب before اللي بنعرفه انه and then راح تروح وراح ينزل مكانها فاصلة جيب المقطع البعيد حطه قريب واتركه زي ما هو لا تغيير جيب المقطع القريب وحطه بعيد وحوله الى هذا تصريف ثالث معناته he went to bed بدها تضلها مثل ما هي بعد before والحدث اللي حدث اولا بدنا نحوله لماضي تام يعني هاد فينيشت 100% هاي فيرب 2 هاي باس مين اللي ربح حمام عسكر عسكر حمام عسكر عسكر يس حمام عسكر مبروك بتراجع بتراجع مكتب بتاخذ الاكونت تبعك تبع الفيسبوك وعلى مكتب التشكيل وعلى مكتب على التشكيل على طول ومبارك الجملة 25 أستاذ شادي My friends celebrate their success هدى said that said أستاذ yeah. هاي said that معناته إحنا في الريبورت صح؟ يلا في الريبورت سبيتش بدنا نتذكر القاعدة إنه الفعل دائما verb 1 بده يصير verb 2 verb 2 بده يصير هاد verb 3 قبل شوي حكيناها مع wish if only هي wish if only ولكن أيضا تنساش تحويل لبرونونس اذا بده عينك تكون في جملة الريبورت سبيتش على شغلتين الفعل والضمائر والضمائر نبدأ ماي بما انه المتكلم هدى فبدأ تصير هير الاربعة معطيني هير لم استفد اذا ما استفدناش فريندز طيب سيلبريت فعل فيرب 1 اذا على طول جوابه بده يكون فيرب 2 اذا هاي سيلبريتد هاي غلط هاي سيلبريتد بتضل وهاي سيلبريت هاي غلط معناته خيارين اللي بده يحكم معناته اللي هو الضمير ذير
هل فير يتحول الى اور؟ It is a non-changeable in reported speech. لا يمكن تغييره في reported speech there. يعني there بدها تضلها there. وين هي there؟ There هياتها في الجواب B. ليه ما هي فيها celebrated؟ آه سوري اللي احنا دي أصلا لغيناها. لغيناها. فصفينا احنا A أو A. الجواب A. احنا أغلغينا أصلا B ودي فضل عندي A يا C. Verb 1 تحول ل verb 2 هيها. والضمير ماي هو اللي بتحول لهير وهي متحولة وذير ضلت دير لا تتحول مش من الضمائر المتحولة طيب we had a lot of fun in the park برضو reported أستاذ said that the kids said that نرجع على نفس القاعدة الوي شو بدها تصير أستاذ الوي على طول بدها تصير دي معناته جواب ب اسمح لي أشطب يلا طيب had هاي had لحال هاي هي verb 2 أصلا معناته أصلا بدك تحول الهاد فيرب 2 لهاد زائد فيرب 3 طيب. معناته الجواب بده يصير هاد هاد طيب هون هاد لحالها غلط هون هاف مستحيلي هون هاد هاد الجواب دي الضمير وي تحول لدي والماضي بده يتحول لماضي تام تمام اتس نورمال اتس نورمال مجرد ما اقرا اتس نورمال على طول اليوست تو اليوست تو نورمال بدها تتحول لليوست تو مع الحفاظ على زمن to be في عنا is معناته to be بدها تكون في المضارع is أو are أو am والآي شو بتاخد بدها تاخد الآم معناته والمثبت مثبت والمنفي منفي الأولى أستاذ شادي خلينا نهدفها راحت راحت هاي am هاي am هاي am هاي am not أستاذ آه هاي am not برضو بدها تروح معناته أنا بدي أخذ الآم لأنه الإز بدها تتحول مع I لأم أذكر أستاذ قبل شوي وانت بتشرح حكيت لهم وكتبت لهم لما used to يجي قبلها من عالي to be فيا فعل ing اسم او ضمير معناته ساشادي كيف اجا هنا فعل مجرد معناته غلط معناته هاي الجملة غلط لانه الان بدها تكون مربوطة يا اما بالing او بالاسماء معناته الجواب سي for sure سي طينا الصفحة اللي بعدها جملة 28 بتقول سليم fixed my roof last month this sentence means The man that Salim fixed a هاي على أي قاعدة استنى شوي The man who the man when هاي أستاذ من that who معناته هاي على الكليفت خلاص الكليفت okay. بكل قواعده الثلاث بدي أتذكر إنه في إله ثلاث حالات أنت بدك تختار الحالة اللي استخدمت صح قواعديا أول شيء The man that مستحيل أستاذ شادي لأنه المان ممكن يعني ممكن اذا تخليها خليها والمان هو المان وين غلط يلا نستثني هاي استثنينا سي خلينا هو خلينا هو وخلينا ذات لانه ذات بتسد محل هو ويتش عادي هو ويتش عادي طيب لكن تعالوا بايش بلش لي هو ذا مان معناته اخر كلمه لازم تكون اسم رجل بالضبط طب هون بايش منهي لي ماي روف غلط هذا المان مش روف طب هان أنا من هي اللي بالزمن وهي last month غلط مع هو مش زمن وهنا last month برضو غلط برضو هاي زمن معناته سليم أشوف هاي هل تلبي المتطلبات بتقول لي زمان تحتاج إلى ضمير وصل هاي ضمير الوصل بنسخ النص هاي نسخت النص بالأخير بحط الجواب وبما إنه المان عاقل جوابه بده يكون عاقل بسميها أنا وطلابي قاعدة التلميح هي التلميح لمح لي زمان انا فهمت عن مين قصده عن سليم بحطه باخر الجمله بكون اتفقنا يا جماعه بكون جواب الكليفت على حسب البدايه تمام كمان سؤال على الكليفت استاذ عزمي كوين رانيا كوين رانيا opened the museum in 2007 CE هاي الجمله بالكتاب استاذ انا شايفها بالضبط نعم بس محطوط اسم القاعده وهم عاده صاروا يستخدموا في الكليفت اسم القاعده يس يعني ما تستغربش انه في بعض الاسئله صاروا يجيبوا الوزاره يحطوا لك اسم القاعده من ضمن السؤال وابرر لك هذا يعني بصراحه مساهمه إيه عشان يسهلوا عليكم شوي في الامتحان بس انا استاذ عزمي كمان اضيف شغله بالسؤال اللي قبله لانه كل الخيارات بنفس الطريقه زمان ما كتبت لهم انه هاي على قاعده الكليفت لانه فيها تلميح استاذ شادي لانه التلميح اما هون فانا شكلت في اشي تلميح في اشي على حاله ات وفي اشي على بداية الاشي المركز عليه ممتاز فهيك بعرف انه كليفت بدي تركيبة الكليفت الصحيحة 100% اول اشي 2007 was the year where
يعني يير وير يعني منطقيا مستحيل. It was Queen Rania who لحد هنا ممتاز. The thing which لحد الآن ممتاز. It was the museum where لحد الآن مش ممتاز. Museum هون ليس مكان، لأنه لما يكون مكان لازم يكون قبله حرف جر بالجملة الأصلية. إذن هاي استثنيت لضمير الوصل وهاي استثنيت لضمير الوصل. تعالوا نشوف مين تركيبة الكليت الصح ما بين أستاذ. هاي التلميح إذا the thing معناته بدي ينهيلي بإشي، بإيش أنهالي؟ أنهالي بزمن. غلط معناته. طيب كيف thing وطلع جوابه زمن؟ لا معناته لو أنه أنهى هذا الميوزيوم بتكون صح؟ بتصير صح، لأنه إحنا هنا the thing يعني غير عاقل، وهنا أعطاني الجواب زمن، معناته تعالوا نجرب بي ونشوف إنها صح مية. It was Queen Rania. هاي هو لكوين رانيا صح؟ Who opened the museum. Opened the museum in 2007. معناته بالتأكيد هذا الكليفت الصحيح 100%. جملة 30 حليناها مع الأستاذ محمود. لا أستاذ عبد الهادي تحديدا أو أستاذ محمود. أستاذ محمود جملة 30. 31. جملة 31 comparative. Younger yes. students are less responsible than elder ones. Less فيها طرف أول. Young فيها طرف ثاني. Elder الطرف الأول بده يطلع غصب عنك. Not as as الطرف الثاني بده يطلع غصب عنك. More than يعني أستاذ عزمي بيقولكم إذا بلشت الجملة بهاي فبدك تستخدم not as as. وإذا بلشت الجملة بهاي فلازم لسه تحولها لمور. طرف أول وطرف ثاني. طيب my هاي young students بلش فيها أستاذ قلت لي لازم not as. هيها صح صح. طب نتأكد أنه الباقي غلط. بلش لي بإلدر لازم تطلع الجواب مور. غلط غلط. بلش لي بيونج وما حط لي أنا في as as. غلط. حط لي similarity. حط لي as similarity. طب إلدر students برضو ترك لي less less. يلا. غلط. إلدر لازم تطلع مور، وهون شو استخدم لي less معناته بالتأكيد لازم الطرف الثاني يطلع more than والطرف الأول يطلع not as as. توضيح بسيط لبعض الطلاب اللي مرات بنعجكوا فيها يا جماعة. لما بنحكي ones هون هي الones هن تعود على الستودنتس، يعني young students are less responsible than elder students، ولكن تكرار كلمة students ضعف لغوي، فبدل students بيحكوا ضمير والضمير يعود على الاسم الموجود في الجملة. يس. جملة 32 جملة شوي بدنا نربح عليها هاي أستاذ شادي، شو رأيك؟ لأنه احنا ضايل عنا جائزة واحدة بنتركها لآخر إشي. خليها لسؤال. يس مش هذا آخر سؤال. لسه احنا 40 جملة. يلا. عمر always arrives earlier than سلمى. ممتاز. معناته في عندي ذان في عندي ER معناته برضو احنا شغالين على الكمبرسون. اذا بلشنا بعمر مدام في عندي more than وإيه اذا بلشنا بعمر بده يطلع الاجابة معاك يا اما not as as او بده تطلع معاك الاجابة less than. طب اذا عكس الصفة استاذ؟ اذا عكس الصفة بتطلع الاجابة بنفس الترتيب. طيب يا جماعة يعني إذا بلش لي إذا عكس لي الصفة وبلش لي بسلمة شو بده تطلع الإجابة؟ بدل شو عكس earlier أستاذ؟ late later. later. طيب أنا بالنسبة لي طلابي وضحت لهم الفكرة هاي بالشكل التالي، قلت لهم يا جماعة القواعد اللي أنت حكيتها بنبدأ بهاي بنبدأ بهاي، إذا ما صار هذا الحكي معناته في عكس للصفة، وإذا تم عكس الصفة ركز وحل على فهمك للجملة. مدام عكس للصفة معناته الإحساس بالمعنى أهم بكثير. مين بوصل أول؟ مين بوصل أكثر؟ عمر ولا سلمى؟ earlier than سلمى. إذا عمر هو اللي بوصل أكثر. هذا earlier. هذا earlier. معناته سلمى. معناته سلمى. بدك تكون جوابها later. سوري. سلمى later. ترجع غلط ولا إيش؟ أوكي. ثواني. أوكي. معناته سلمى بدها تكون later. later. طيب في جواب في هي سلمى always arrives later than عمر فالجواب سي. طلعوا على بقية الإجابات. ها سلمى مش دائما بتوصل متأخر زي عمر. ما عمر بيجيش متأخر أصلا. هذا اللي بنستخدم له نط أز أز. عمر بوصل متأخر عن سلمى قلنا لا. عمر بوصل أبكر. طب عمر ما بوصل بكير زي سلمى. سلمى اللي متأخر مش عمر. فبالتالي الجواب سي 100%. Did you find the correct information? Could you tell me
بتقودنا لقاعدة الجميلة جدا والسهلة indirect جدا اللي هي الاندايركت كويشن. كلهم بلشوا ب could you tell me. نوع السؤال yes no ولا دبليو اتش؟ yes no question معناته يا اف يا غلط. معناته هاي لانها بلشت ب دبليو اتش ما فيش دبليو اتش نبلش فيه. بنستخدم لل yes no question if whether. حلو معناته في في ثلاث اف وذر اف ديد يو الديد بدي انقلها بس عائلة تدو انه عائلة دو تحذف ولا تنقل. احنا بنعرف انه عائلة تدو في الاندايركت محرمة ولكن عند حذف الديد اتذكر انه بنعوض الفعل. استاذ عزمة اضحكك علي انا وطلابي بفرق. لو طلابي هلا هون بغنوها معي شي بس يعني كيف نحكيها. اهدف دو كل شيء بيضل له زي ما هو. اهدف دز زيد للفعل حرف الاس. اهدف ديد وخلي الفعل فيرب تو. ممتاز والله اجت على النغمه هاي. ما هي عاملينها الشعر احنا. اهدف دو كل شيء بيضل له زي ما هو. اهدف دز زيد للفعل حرف الاس. اهدف ديد وخلي الفعل فيرب تو. اذا بدي اهدف ديد وبدي اخلي هاي فاوند معناته الجواب بده يطلع استاذ اف هاي فان فايند غلط وهاي فاوند صح وهي فاوند صح. هاي هاي غلط لانه وير وهاي حذفناها اصلا للخيار وير معناته الجواب اف يو فاوند. هاي الاف للياس نو كويستشن وهاي الفيرب فايند حولناه لفيرب تو لانه حذفنا الديد. ماشي. هاو ماني كالوريز هاف اي بيرنت ان ذس ان ذس اكسرسايز. طلعوا على المقدمه دو يو نو مباشره بدها تقودنا للاندايركت كويستشن. دو يو نو هاو ماني كلهم بلشوا هيك. ما هي how many calories هاي أداة سؤال. الهيلبينج فيرب عندي شو هو؟ have والفاعل I فبدها تصير I have calories ممتاز. I have calories I have فالجواب يعني هاي من أسهل ما يكون. إحنا أفعال تدو تهدف ولكن الأفعال المساعدة الثانية بس بنعملها قلب. سجينا للإمبيرسونال باسيف وهنا بدي ربح الجائزة. إمبيرسونال باسيف الربح الجائزة على جملة 35 سهلي سهلي خذ النظر بلغش ذا امبيرسونال باسيف. People think that يلا بنمسك وهي جملة كتاب بنمسك think that في الامبيرسونال باسيف 35 اللي بده يجاوب يكتب رقم السؤال 35 والجواب A أو B أو C أو D yeah. خلصوها الساشة دي هايهم قاعدين بيجاوبوا ما شاء الله عليهم. ربح لنا انت مجد. انا ما بعرف انت المرة الماضية ربحت شاب ولا بنت؟ شاب. شوف لنا بنت هلا. وبصراحة ربحت بنت. ايه ربحت بنت. مين هي؟ مايا. مايا الجراح. مايا الجراح مبروك يا بنتي مايا الجراح. شو جاوبت؟ شو جاوبت؟ بي. ليش بي الساشة دي؟ ليش بي؟ اتوضح لهم اياهم. تفضل استاذ. think that في حاله مضارع والمضارع بده يتحول ل is or am زائد verb 3 معناته we are thought. طب هاي محذوفه we were thought. هاي we are thought we are thought we are thought يعني كلهن لحد هون ال we are thought صح ماشي. لكن في عندي في الجهه الثانيه الفعل المضارع بده يتحول ل to زائد فعل مجرد. مجرد يعني الجواب بده يكون are زائد verb 3 من think are thought والجهة الثانية بدها تصير to only use. يعني ليش سي غلط؟ لأنه مش حاطط to. طب ليش دي غلط؟ لأنه حاطط to مع uses. هاي to وهي الفعل مجرد. هاي to لكن الفعل مش مجرد للي اختار دي لأن شفت بعض الناس اختارين دي. التو لازمها دائما فعل مجرد وهناك الفعل مش مجرد. لهذا السبب دي غلط. إذا أنت بدك تنتبه في الامبيرسونال باسيف لا ذات شو قبلها وشو بعدها. بعدها يس اللي قبلها حوله للباسف واللي بعدها حوله لتو بعد زائد تو. فعل مجرد يس. يعني واذا كان ماضي في واز وير زائد فيرب 3 واذا كان هذا الفعل ماضي تو هاف زائد هاف وفيرب 3 يلا كمان واحده. it has been proved that exercise is good for concentration. لسه عندي ذات معناته هاي بدها تصير it has been proved. لاحظتوا انها هي باسف
ده تظلها باسف. هي باسف. هلا معناته هو طالب مني ارجعها لاكتف. ما دام اعطاني اياها ات هاز بين بروف، اعطاني اياها باسف، معناته بده يرجعها لاصلها الاكتف. معناته البين هاي استاذ بدنا نستغني عنها بالاجابه. الباسف البين بدها تروح، ولانه الفاعل اكسبرت فالهاز بدها تصير، بدها تصير هاب. معناته هاي بي هاب وهاي هاب، لكن هاي موسيقى غلط. هاي مستحيل استاذ وهاي مستحيل. الجواب بده يطلع هاف زائد فيرب 3، هاف زائد فيرب 3، هاي هاف زائد فيرب 3. طب شو اللي بده يكون فقط الغلط؟ الباقي بده يضل زي ما هو، انه لما نبلش بات ما بعد ذات لا يتغير. لما نبلش في الامبيرسونال باسيف بالات اللي بعد ذات بيبقى زي ما هو. طب هون غيرنا الاز صارت تو بي، معناته هاي غلط. الجواب هدول استثنيناهن لانه ما فيش هاب، معناته صف الجواب اي. ربحنا عليها هاي؟ لا خلص هديك. خلصنا الجوائز. I don't have time to stay. This sentence means I don't have to stay. I wish I بدي احول. اسمح لي استاذ عزمي الغي ايه قبل ما اقرا اي شيء؟ بصير. ليه؟ لانه هذا الفعل دو فيرب وانه هذا محرم. واحنا اتفقنا على انه الجواب في الوش يا اما بده يكون فيرب 2 او بده يكون هاد زائد فيرب 3. فيرب 2 اذا اصله مضارع، وهاد زائد فيرب 3 اذا اصله ماضي. هاي للمرة الثانية بنحكيها. وبالجمل اللي زي هاي كنت احب احكي لطلاب استاذ عزمي، بما انه ضحكت علينا قبل شوي اضحك علينا بشغله ثانيه. كيف بنحل هاي؟ بنقول لك ارجع للماضي وجاكره. ارجع للماضي وجاكره. يلا هذا بالضبط. ارجع للماضي didn't have بالضبط. جاكره والغي النفي بصير هاد. شكرا. احنا don't تحذف والdidn't تحذف والdoesn't تحذف معروفه، لانه احنا في الوش المثبت بصير منفي والمنفي بده يصير مثبت. هذا المجاكره. يلا ما دام النفي راح بظل انك تحرك الفعل مضارع، اذا اصلا بده يكون جوابه ماضي. اذا هاد بده يصير هاد، معناته الجواب سي. طب هاي هاد وهي هاد هاد هاي هاد هاد ايش دخل هاي خدعه يعني هاد زائد فيرب 3 يس معناته الجواب سي. سيسها تمام. سؤال 38. unfortunately the weather ruined my plans. برضو وش if only the weather نفس القاعدة ارجع لها the weather. بس الفعل هون استاذ ruined، ارجع للماضي وجاكره. يلا ارجع للماضي verb 2 had ruined. مدام ها verb 2 بده يصير had زائد verb 3 والمجاكرة. مدام مجاكرة يعني من مثبتة بده يصير منفية، اذا هدنت هدنت. وينها وين اي استاذ هايات هاي طبعا احلاها القاعدة. ما ليش ما اخذش هاد روند؟ لانه في مجاكرة. رجع للماضي بس ما جاكره. جاكروش. هاي رجع للماضي بس ما جاكره. هو جاكره من غير ما يرجع للماضي. هاي الجملة عبيطة. عبيطة بالمرة. يس. I wish I weren't alone. عكسي. عكسي استاذ عزمي بس لك المايكروفون. The sentence means ما دام اعطاني وش وبده معناها بدي ارجع بالقاعدة رجوع. كانت القاعدة فيرب 1 بتصير فيرب 2. معناته والفيرب 2 بصير هاد زائد فيرب 3 اعكس. والمثبت بده يصير نفي والنفي بده يصير مثبت. مثبت لما يجيب لي على وش مينز بده اياها بالعكس. يعني اذا الفعل هاد زائد فيرب 3 برجعه لفيرب 2، واذا فيرب 2 برجعه لفيرب 1، واذا مثبت برجعه نفي، واذا نفي برجعه مثبت. اعطاني فيرب 2 منفي. تحكي لي اسمعهم. طب ما دام اعطاني فيرب 2 منفي بده يطلع الجواب معاك فيرب 1 مثبت. اذا ورنت الفيرب 1 الها از ار ام. طيب هاي مضارع وهي مضارع، لكن هذا ماضي مستحيل. احنا بدنا نرجعه لفيرب 1 مضارع. منفي هي منفي، اذا بدها ترجع مثبت. اذا هاي خطا. اذا طبعا المجاكره بنعملها دائما الا اذا تم عكس الصفه. دير بالكم مرات وزاره بتغدرنا بيكون في كلمه وبيعكسوها عكس الصفة. هاي مجاكرة على حالها. يلغي الإثبات والنفي. يس يلغي المجاكرة. المجاكرة اكتبها هيك المجاكرة. يلغي الإثبات والنفي. مجاكرة. جملة 40 أستاذ عزمي قبل ما نبدأ بجملة 40 وهي الجملة الأخيرة في يا جماعة. مجد قال لي في جائزتين كمان بطاقتين، الاكثر شير والاكثر كومنتس
الاكثر منشن والاكثر شير وصاروا موجودين. الاكثر شير هو لما تخلص لما نخلص مش مع التوديعة. جملة 40 على اخر قاعدة طازة لسه ماخدينها يا حبيبي. تايب 3 بالاف كلوز طلابي بالمراكز لسه ما اخدوها. تايب 3 بالاف كلوز هي مقسمة لسبب ونتيجة مظبوط 100% والدلالة بيكون احدى ادوات الربط. سو سو معروف من الفصل الاول انها تكون متبوعة بالنتيجة. معناته هاي الجملة اللي قبلها هي جملة السبب. طيب يا استاذ لما بديجي تحولها للاف كلوز الاف كلوز دائما بتكون متبوعة بالسبب اولا والنتيجة ثانيا. هذه التفصيل الاول. اول خطوة بدك تعملها انه الاف لازم تكون متبوعة بالسبب اولا وبالنتيجة ثانيا. هلا اذا كان السبب فيرب 2 انت بتحوله لهدنت زائد فيرب 3 واذا كان السبب ديدنت زائد فعل مجرد انت بتحوله لهاد زائد فيرب 3. هذا بالنسبة للسبب. اما بالنسبة للنتيجة اذا اعطاني السبب فيرب 2 اذا اعطاني النتيجة فيرب 2 انا بحول له اياها لو دنت هاد زائد فيرب 3 وإذا أعطاني النتيجة didn't زائد فعل مجرد بثبتها بحولها لود have زائد verb 3. هاي أحلى قاعدة للتحويل. دائما الماضي بتحول لماضي تام. أستاذ عزمي ريحني لطلاب المراكز لسه ما شرحت لكم إيش إياها. سهل هيو جدا. هيو شرحها أوكي عشان تريحوني بس أجي أشرحها. verb 2 بده يتحول لماضي تام ولكن المثبت بده يصير منفي. هدنت زائد جوكر تعالوا اعطاني اياها ديدنت معناته جوابها بده يكون هاد هاد زائد فيرب 3 خلص هي هاد زائد فيرب 3 مع الاف يس. طب هون شو اعطاني اياها استاذ شادي؟ اعطاني اياها فيرب 2 والفيرب 2 بصير ودنت هاف زائد فيرب 3 استاذ. هاي الهاد اللي بدك اياها وهي الودنت هاف اللي بدك اياها اذا بدون شك الجواب. والجماعه اللي بحلوا على المعنى The students didn't follow my instructions. الطلاب ما اتبعوا تعليماتي لذلك ما نجحوا ما لذلك فشلوا انهم ينجحوا. لو الطلاب الجواب لو الطلاب اتبعوا تعليماتي كان ما فشلوا انهم ينجحوا. بس الجواب دي يس الجواب دي من وين اجيب هذا الملف؟ الملف موجود وين مجد؟ موجود على صفحاتنا راح ينزل. وين كمان؟ وعداش بوردات يعني عداش بورد على كل مواقع جو اكاديمي. هيك قصدك؟ اوكي استاذ شادي انا بعتقد اللي ما لمش قواعد الفصل الاول والفصل الثاني من اول السنه لاخر السنه انا بعتقد من الأربعين سؤال لازم يتعرف على كل افكار المادي. طب استاذ عزمي اللي حضر اللايف وقاعد بده يعيط انا ناسي والله هذا الحكي انا مش بعرفه بنصحه بالمكثف ولا لا؟ بنصحه بالمكثف لأن المكثف أحيانا بلم أفكارك الضايعة. بنصحك بالمكثف إذا أنت ضايع إذا أنت مش دارس. المكثف بلم أفكارك. طالب شاطر ومجهز حاله وشاف الأربعين سؤال سهلات مش راح يحتاجني لا أنا ولا الأستاذ شادي. طب بلكي هو بده يوفر وقت. ما الإشي اللي بده يراجعه لحاله بساعة بالمكثف بيراجعه بربع ساعة. اللي بيقول لك أنا بديش أدرس خليني أدرس مع الأستاذ وهو يدرسني برضو هاي حالي. يس. ولكن تأكد إنه الأربعين فكرة اللي انحطت على اللوح هي الأربعين فكرة اللي موجودات كقواعد من الفصل الأول وفصل ثاني. وأنا باعتقادي إنه هذا الملف ضلك عيده وزيده واحكي الأفكار وراجع الأفكار ما في داعي تقلق من شيء اسمه قواعد اللغة الإنجليزية. الأكثر شير والأكثر منشن أعطين الأكثر شير سيف لجبوري سيف لجبوري لجبوري مبروك يا سيف. والأكثر منشن راما شاهر راما شاهر كأني بعرفها راما شاهر كأنك راما يا راما ماشي يا راما أوكي مبارك للربحين كثير سعيد كنت شو جوائزكم السابي؟ هذول بطاقات من جو من جو تختار المادة والمدرس نعم تختار المادة والمدرس فصل ولا فصلين؟ هي بتدفع فصلين إجباري هلا فصلين إجباري نيالكم نعم صحيح واللي بروح لمكتب التشكيل
من بكرة بيقدر يأخذ البروفايل ومعك الأسماء عشان أخذهم منك تبعون مكتب التشكيل. الله يرضى عنكم جميعا. جدا كنت مبسوط جدا برفقة أستاذ عزمي. يعني ما تخيلوش أنا قديش هذا البني آدم بهم بعزه قديش هو شو هو بالنسبة إلي. كثير كنت مبسوط معكم، كثير كنت مبسوط بهذا اللقاء، وأتمنى أنه يتكرر وأشوفكم على خير. كل عام وأنتم بخير جميعا، وأتمنى لكم بهاي الليلة المباركة أنكم تدعوا لحالكم وتدعوا لأهلكم، لأن الدعاء بهاي الليلة مستجاب إن شاء الله. والله والله إن شاء الله متفائلين أنه السنة رح يكون التوجيه سهل، وخليكم شوي قريبين من ربكم كل شيء بسهل. ربنا ما يضيع لنا تعب ولا ضيع لكم تعب. شكرا لوجودكم معنا ووجودكم في حياتنا. السلام عليكم.